هل يجوز المسح على الجوربين حتى لو لم يكن هناك مشقة في نزعهما عندما يكون في راحة منزلي؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف حالة على غير الحالة التي هو عليها. إذا كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما، في جوربين مس عليهما، لا يتكلف خلاف الحالة التي هو عليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب.